ثم يعطيهم الصفات التي يجب يعني أن يتبعوها في الإنفاق. كانوا بخيلين، أشفقتم أن تقدموا بين يدي رسول الله صدقة؟ الله عاتب يعني، ليش؟ لماذا لا تقدموا عندما فرض عليكم صدقة بسيطة أن تقدمها بين يدي؟ وسيأتي أظن، ما أحب أن أقول كل شيء، سيأتي، لأن القرآن قائم على هذا أصلا، قائم على عتب الصحابة من أوله إلى آخره، قائم على الفرز وعتب لعله أكثرية لا تنفق مترددة متربصة فيها فتنة فيها غرور. كل القرآن في صفة الواقع النبوي، والنبي كان يعاني من هذا الواقع، والقصص تملأ القرآن ومع ذلك لا يرونها، يقتطفون مثل هذه الآية من وسط جزء من آية، يقتطفونها ويمشونها على الناس كلهم ويقولونها فوق المنابر وفي القنوات، والناس خلاص يقولون والله يا أخي كشفوا لنا علم عظيم ما كنا نعرف. لا 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 لا، هم كشفوا لكم جهلا، الشيطان شاطر يعني، الشيطان ما يأتيك بنظريات ماركس، لا، الشيطان يغرف من القرآن والسنة ولكن على مزاجه، ويشكل هذا المزاج وهذا اللعب وضرب القرآن بعضه بعض وضم ما يفهمه من باطن بعضه مع بعض، ويشغلنا كما ترون اليوم نحن في فتن وحروب وبغضاء بسبب هذا الاجتزاء الشيطاني من الدين، النسخ الشيطانية التي يظهرها، ويتبعون الناس وهم يظنون أنهم على حق، كثير منهم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ما تظنون أن الذين يظهرون في وصال وصفة والقنوات الفتنة أنهم يعني أن كلهم يعرفون؟ لا لا، هو هم لم يدققوا، لم يتدبروا القرآن، أقفلوا على سمعهم وبصرهم وعقولهم وقلوبهم، فوصلوا إلى أن الطرف الآخر يعني معاند للقرآن وأن الطرف الآخر هو مبغض للصحابة. لا، ليس هذا القضية، فيها فرض، الله وعد بفرض إلهي ولا بد أن نعرف دلائل هذا الفرض من القرآن الكريم. ثم يقول